الفلاتر الموجودة على الانستغرام. قبل ما نبدأ أحط كتير لايكات للفيديو، شاركوا في القناة وفعل الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجاية. وهلا خلونا نبدأ، ليتس جو. أول فلتر معنا فلتر الحمام. يا الله شو، أوه ماي جاد، شو هادي، شو هالقف، يا الله، أوه أنا مش ترى عم يضحك، أوه ماي جاد، لا لا ما بدي أكون في الحمام. يا الله بداية قوية، شكله من الفلترات اللي لسه معنا راح يكون أقوى من هيك. شو ويني أنا رحت؟ يا الله عم يضحك والله، كتير عم يضحك، أوه ماي جاد. شوفوا معي وجهي كيف عم يعمل، أوه 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 عم يضحك والله، كتير عم يضحك. تاني فلتر عندنا، شو هاد؟ لشو عم يليق هذا الفلتر؟ ما عرفت. اوكي خلونا نضغط هون ونشوف. او ماي جاد، خلونا نشوف. وين راح انفي؟ لا خطفولي انفي، عم يضحك والله. واو اخيرا رجع انفي، يا رب يكون رجع صغير. انفي انفي، شوفوا او ماي جاد، لازم احفظ عندي هذا الفيديو، عم يضحك. يا الله عرفوا معاناتي مع انفي لهيك عملوا فيه هيك. والله انفي كبير جدا، يستاهل هذا الفلتر الجميل. شوفوا معي انا شو عم اعمل، ضحكني والله العظيم ضحكني. اوكي نشوف الفلتر اللي لسه معانا الان، شو هاد؟ مين هاد؟ يا الله عم يخوفني، لا روح بحالك روح، لا ما بدي اياك، يا الله عم يخوف. مين هاد؟ مين هذا الرجل؟ روح روح. اوكي شو لازم نعمل؟ لا شو عم يعمل؟ شو عم يعمل هذا؟ اوكي ما عرفت صراحة ليش هو معنقني. روح روح، انا ما معنق الرجالة. اوكي روح بحالك، يا الله ما يخوفني، لا والله يخوفني. اوكي شكله ورايا، يا الله شوفوا معي شكله، ما بعرف. روح. لا 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 لا، عيب عيب هذا الشيء، لا لا انا ما بوست رجالة. اوكي لا ما بدي، لا لا ما تبوسني، لا روح روح يا حقير. ونشوف الفلتر اللي بعده، بضحك اسناني ببينوا اصفرين، لا ما بدي اسناني ببينوا اصفرين، لا لازم اعمل تبييض اسنان بعد هذا الفيديو. شوفوا مع اسناني، لا الشاي والقهوة شو بيعملوا في الأسنان يا حميدة؟ يا الله لازم تبييض أسنان. أنا الذرة، أنا 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 الذرة، أنا 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 الذرة حاليا، يعني وقتها، يعني هذا هو وقت الذرة. عم يضحك هذا الفلتر أيضا، والله عم يضحك. شو بيسموا أغنية أنا الذرة أنا الذرة؟ لا ما في أغنية بهيك صراحة. بس شكلي بضحك عيوني. هاي مرحبا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ بوسه كبيره لكم. اوكي باي. والان انا ايس كريم. شوفوا معي شوفوا معي شكلي كيف، لازم شو لازم اعمل انا؟ اوكي خلونا نشغل الفيديو ونشوف شو رح يعطونا. اوكي شو لازم نعمل؟ بنضل هيك مثل ايس كريم؟ ما بعرف. كان بدي يعني ما بعرف اتخبى. عم اختبي، شوفوا شوفوا معي. هاي هاي. عم يضحك والله، مرحبا انا اليوم ايس كريم. باي. والله بجننوا هادو الفلاتر العجيبة، مع هذا الجو الحار نحن بنحتاج الايس كريم كتير، لهيك انا اليوم اقدم لكم حميدة الايس كريم. اوكي الان مع هذا الفلتر الغريب، شو هاد؟ يا الله وينهم اعيوني؟ عندي بس فم، شوفوا معي بس فم فقط، بس اعيوني وين راحوا؟ ما عرفت صراحة، ما عرفت وين راحوا اعيوني وانفي وشو ثاني؟ وحواجبي وكل شيء راح. يا الله شوفوا معي، مرحبا مرحبا، السلام عليكم.
لا عندي فم، ولكن هذه الأعين ليست أعيني. أين هي أعيني الحقيقية؟ أين راحت أعيني؟ أوكي عم يضحك هذا الفلتر أيضا. شوفوا معي هذا، أنا وجه بقرة. أوه صرت بقرة. شوفوا شوفوا معي، شوفوا شوفوا وجهي بقرة. أوكي خلونا نشوف هل بتعمل صوت هذه البقرة، هل بتعمل خلونا نشوف. مرحبا. لا ما بتعمل صوت، أنا كنت متخيلة راح تعمل هذا هو صوت البقرة. بقرة بقرة تحت الشجرة ولدت 10، 1 2 3 4. اوه عم ترمش. يا الله البقرة ايضا عم راح اغلق عيوني. افتح. اوكي راح افتح واحدة. اوكي عم يتغمض العيون وانا ايضا عم اغمض عيوني. خلينا نشوف اين هي. اوكي عم ترمش هي ايضا. شفتوا ياي كتير حلوة. بس وجهها بيخلع شوي، انا خفت منها. لا شوفوا معي هذا الفلتر الحلو. ياي كتير حلو، صرت انمي. واو كتير حلو، كتير حبيت. بس فمي ما عم يتحرك، انا كان بدي فمي ايضا يكون بيتحرك. بس شوفوا معي شكله حلو. هاي شوفوا معي حتى يعني ال 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 يعني ال البينك تبعي اجى مع وجهها. فهمتوا؟ شوفوا معي كأنه هي اللي لابسه. والله حسيتها هي اللي لابسه مع الشعر. هاي كيفكم؟ شو اخباركم؟ هاي بس حبيت يكون فمه عم يتحرك. مع الاسف ما بيتحرك فمه، انا بس اللي عم احكي، ولكن حبيتها. انتوا خبروني بالتعليقات هل حبيتوا هادي، هل حبيتوا شكل هذه البنوتة الحلوة؟ أنا حبيته صراحة. أوكي الآن عنا هذه اللعبة. أوكي خلونا نجرب. ماما أنا بخاف كتير من هذه الألعاب. لا ما بدي أخسر. لا خسرت. لا ما بدي أخسر. أوكي خلونا نجرب مرة ثانية. أوكي رح نعيد الآن اللعب. لا أوكي خلونا نشوف هلا المرة كم رح نجيب. واو شو صعبة، شو صعبة، والله صعبة كتير. ماما لا 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 صعبة والله، صعبة والله، صعبة والله، صعبة والله، صعبة والله، صعبة والله، صعبة. ماما ما بدي أخسر. يا الله لا 29 يس والله جبنا كتير، يعني 29. واو هذا الفيديو لازم أحفظه عندي لأنه كتير، يعني جبت عدد كبير جدا. بخوف والله، بخوف. يا الله صرت بخوف. لا ما لازم اضحك مشان يزبط معنا. شوفوا معي، تخيلوا معي شكلي في الحقيقة يكون هيك، عم عصب ويصير شكلي هيك. يا الله راح يجننوني هاد الفلاتر. او ماي جاد. شو هاد؟ لا شو هاد؟ يا الله لا مقرف هذا. لا لا ما حبيته. لا شوفوا معي شكلي بخوف. لا ما حبيت ابدا. خلونا نشوف اللي بعده افضل. اوكي هذا تبع البكاء. مرحبا انا كثير زعلانه وبدي ابكي وبس انا مريضه وتعبانه. اوكي بس هذا الفلتر يعني كانه انا كثير حزينه. شوف انا الان عم اضحك. اوكي والله عم يضحك وانا ضحكني شكلي. خلونا نمر على ثاني واحد، ثاني واحد على ما بعرف كم العدد وصلنا الان. شو هذا الفلتر تبع البيضة؟ انا الان بيضة مسلوقة لا مقلية، انا جاهزة للافطار. مين اللي بحب بيضة الافطار؟ شوفوا معي شكلي انا وسط البيضة. يا الله كتير بخوف. عم يضحك شكلي. شو هاد؟ يا الله انا الان صرت في قطبان الشواء. يا الله مين بده ياكل شواء؟ انا الان جاهزة للاكل. انا قطبان، نحن بنسميهم قطبان، يعني هاد بنعملهم نحن في عيد الاضحى. شوفوا معي انا الان. اوكي
عم اشرب ماء. قطبان عم يشربوا الماء. شوفوا شوفوا شكله عم يضحك والله. عم يضحك شكلي وانا في القطبان. يا الله. اوكي شوفوا معي هذا الفلتر الان في الشمس. الان عرفت هذا التليتوبيز. ياي كتير بحبهم. شوفوا معي تتذكروا هذا الرسوم. ماي جاد ياي كتير كنت بحبهم لما كنت صغيرة. خلونا نجرب هذا التاني. اوكي خلونا نشوف هذه الشمس عقلتوا عليها. ماي جاد هذه الشمس لما كانت تطلع وكانت بتفرحنا والله. انا كنت لما بشوف هذه الشمس كنت بفرح. وهذه البنت اللي كانت في هذه الشمس كتير صارت كبيرة ونحن كنا صغار وهي الان صارت كبيرة. واو كتير حبيت. شوفوا معي شكلي. كتير حلوة. عم تضحك. صباح الخير. مساء الخير. شوفوا معي ايضا هذه الشمس. شوفوا معي انا الان في الشمس. عم يضحك والله. عم يضحك شكلي. هاي انا الان في السماء. اتمنى لكم يوما سعيدا. والله كنت كتير بحب التليتوبيز وكتير الرسوم متحركة. وبنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. انا كتير عجبني وكتير ضحكني. اذا انتو حبيتوا حطوا كتير لايكات للفيديو. واذا حبيتوا نعمل جزء ثاني ابعتوا لي اغرب الفلاتر الموجودة على الانستغرام او على سناب شات او على تيك توك او اي او على اي منصة. ابعتوا لي اياها في الانستغرام وراح اعمل جزء ثاني. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجاية. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.